كلمتين مع زكي حسنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصطلح اسمه الرقمنة، صار عنصر أساسي في كل قطاعات البلد، خصوصا في الخدمات اللي تقدمها الجهات الحكومية لتحقيق هدف المجتمع المعلوماتي وتطبيق التحول الرقمي تحقيقا لرؤية المملكة 2030، لأنه كل المستقبل حيكون معتمد على التقنية. وبشهادة الكل صارت السعودية الرقمية علامة فارقة على مستوى الشرق الأوسط من خلال تبني عدة مشاريع ومبادرات زي إعلان منظمة التعاون الرقمي، وكمان تدشين مشروع قياس الاقتصاد الرقمي في قمة 20 اللي رأستها المملكة ولله الحمد، ودعم تقنيات ناشئة واستثمارات إلكترونية، وآخرها إطلاق الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لمنصة اسمها إحسان لخدمات العمل الخيري بالذكاء الاصطناعي. وأنا أدعوكم للعطاء في شهر الخير عبر هذه المنصة الرسمية الموثوقة. الله يكتب لنا ولكم الخير. وهذه كانت كلمتين من أخوكم زكي حسنين. كنتم مع كلمتين مع زكي حسنين.